السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابقة. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال لخليله إبراهيم: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. قال إبراهيم: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا الإبلاغ. فصعد إبراهيم فوق جبل أبي قبيس فنادى: يا أيها الناس، إن ربكم بنى بيتا فحجوه. فقالت الأرواح في عالم الغيب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عبده ورسوله، رسوله هو حبيب المساكين، هو أخو الفقراء اليائسين، الرجل الذي بعث الأمل في قلوب البائسين، الأمي الذي علم المتعلمين. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة،
عنده. إن الله جل وعلا شرع الحج إلى بيته الحرام وجعله ركنا من أركان الإسلام، وهو كذلك في العمر مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع، والله لا يضيع أجر المحسنين. يقول تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع الأول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: حيث أدركت الصلاة فصلي، فالأرض كلها مسجد. فالحج هو الشعيرة الخامسة من شعائر الإسلام الكبرى، رحلة يطوي فيها المسلم بعده عن البيت الحرام، ليتفقد سيرة أبيه إبراهيم ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، يحدوه فيه الشوق والوجد، ويرى بعينه عظمة الربوبية، عظمة الربوبية، تاركا أهله وماله وولده، متوجها بقلبه وجسده وعقله إلى الله رب العالمين، طالبا منه العفو والصفح، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. عباد الله، الحج واجب على المستطيع على الفور، فلقد خطب نبيكم صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، فقال النبي: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعته. رواه مسلم. وفي رواية: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. فاتقوا الله يا من تستطيعون أداء الفريضة وتتأخرون عن أدائها، اتقوا الله جل وعلا قبل أن يأتيكم الموت بغتة وأنتم لا تشعرون، وقبل أن ينزل بكم هادم اللذات وأنتم مفرطون. فقد ورد في الأثر عن علي رضي الله عنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت إلا يهوديا أو نصرانيا، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. أحبتي في الله، فمن عزم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي له أن يكتب ما له من دين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح. وحقيقة هذه التوبة النصوح هي الإصلاح والإقلاع عن جميع الذنوب كلها وتركها، والعزيمة على